أنا اسمي زهر عويد الحسون من قرية المناجير، عمري 37 سنة. طلعنا من قريتنا بسبب الاحتلال التركي ومن سنتين، يعني سنتين وشوي، وهسه احنا في هذا المخيم، مخيم واشكاني موجودين به. واشتغل على هاي المكينة. زوجي عسكري، ما راح اقول لك يعني عسكري، بس يعني مو مكفينا مصرفنا. اشتغل على هاي المكينة، مثلا لباس اطفال يجيبن علي، نسوان كبار يعني شوي بالعمر، مثلا البنات يعني يقول لي انت مكينتي صغيرة ما يمشي حالها، يعني ما جات طالعة الموديلات او طالعة. وعندي من وراء يعني هالمكينة زاد عندي الطفلة هاي معوقة، يعني بدها مصروف، بدها حفاظات، بدها دواء على هاي المكينة، يعني اشتغل واحط على هالطفلة. يعني كنت بالبيت كانت عندي مكينة بس شوي اكبر من هاي، اشتغل عليها ماشي الحال، بس هي لا هاي يعني على المخدة توجع الظهر، ما اقدر اقعد عليها احيانا كثيرة اطول عليها. كنا بالقرية يعني بيت، احنا قاعدين ببيت كبير اكيد، حتى الكرسي ما نستعمله، هذا ما بدنا كرسي يعني بالبيت. البنت تطلع متية تزحف على رجليها، تطلع من غرفة لغرفة، تفوت على المطبخ، تفوت على المكان اللي تريده. بس هسه هي لا والله حابسين هاي، حبست بالكرسي، اذا نتركها تجوز تطلع برا تاكل وحل من القاع او تاكل رمل او تراب. وهاي عيشتنا والله بالمخيم. يعني انا اذا قدمت على منظمات قبل على المكينه هاي، يعني رحت سويت دورات وجيت رجعت، الجو شافوا مكينتي وشافوا الطفله وسجلوها على اساس، وقال لي يعني حتى الاستاذ تجاوز سجلني قال لي انت وضعك يعني حيل سيء. وبيعرفهم جماعه معاي ما عندهم مكينات ولا يعرفون حتى خيطهم طلع لهم، واني ما طلع لي، وانا هسه قاعده اشتغل على هالمكينة. انا اشدهم نرجعنا على بيوتنا على مناطقنا على اراضينا. احنا كنا عندنا اراضي قاضي، عندنا بيوت، عندنا استملاكات، كلها راحت من يدينا. هسه احنا قاعدين على الحديده، ايش عندنا غير هالخيمه هاي؟